الووتر تريتمنت اوكي. بعد ما خلصنا من الشابتر بتاع البروتكشن هنبدأ في الووتر تريتمنت، وطبعا ده مهم جدا، سواء الووتر دي استخدامها ايا كان الاستخدام مليانة مشاكل كتيرة أوي أوي أوي، مع إنه مركب صغير جدا H2O، لكن لما نيجي نشوف السولفنس كلها الكول كربون تترا كلورايد تولوين اند سو اون، نلاقي إن أكتر مذيب لأكبر عدد هو الووتر. السبب إيه؟ مع إنه مركب صغير جدا H2O عبارة عن هيدروجين ايون وهو اتش ايون، بيطلق عليه جود بولر سولفنت، يعني اكتر مذيب لعدد كتير قوي من المواد بسبب البولاريتي اللي موجوده فيه، اللي هو هيدروجين ايون والاو اتش ايون. طبعا السورسز بتاعت الووتر، سواء كان سي ووتر، اندر جراوند ووتر، الرين ووتر، الريفر ووتر، لو احنا جبنا سامبلز مختلفة هنلاقيها من يعني من سورسز مختلفة، هنلاقيها مش كلها زي بعض. بسبب ايه؟ اللي موجود في السويل، كل ما هو موجود في السويل بيحصل ان هو بيدوب في المية، وعشان كده بايه بتختلف. لما نيجي نستعرض ايه الامبيورتس اللي موجودة في الووتر، هنلاقيها متقسمة لكذا حاجة، أربع حاجات اللي هم dissolved gases، طبعا على رأسهم الـ O2 لأن أي سورس المية فيه dissolved oxygen، و CO2 و H2S و SO2 يعني sulfur gases و carbon gases، ودي بتختلف من سورس لآخر، لكن الحاجة الأكيدة في كل السورس بتاعت الووتر هو الـ dissolved oxygen. السولبل سولتس، ودي اللي بتمثل ما يقرب من 90% في المية، عبارة عن سولتس قابلة للذوبان، البايكربونات والكربونات فقط للصوديوم والبوتاسيوم، لكن أي بايكربونات قابلة للذوبان، السلفيت، الكلورايد، النيتريت، الفوسفيت، متعددة أوي أوي، ودي اللي بتدي الصفة بتاعت الايه الووتر، بتبقى جايه من الجزء بتاع السولبل سولز، وده اللي بيعمل يعني العديد من المشاكل. الجزء الاخر اللي هو السولبل كولويدز، كولويدز دي بمعنى حاجه بتبقى موجوده في الووتر وبتعمل حاجه زي جل في الووتر، او بيبقى الملمس بتاع الميه في اللزوجه، بس دي في منها نوعين. والسسبندد ماتر اللي احنا بنقول عليها التربيديتي، بنقول عليها الايه التربيديتي. طيب عندنا بقى الايه الكولويدز في منها نوعين، سسبندد كولويدز و سوليبل وايه وامالشن. السسبندد كولويدز معناه ان تفضل البارتكلز دي معلقه، ما بيحصلهاش سيتلينج، وبيبقى فاين بارتكلز، وفي الغالب بتبقى اورجانيك. الانسوليبل بارتكل اللي هي موجوده وعامله الكولويدز بيسموها امالشن، ودي مهمه قوي قوي للناس اللي بتستخدم الووتر في البويلرز، ودي بتيجي نتيجه ايه؟ عندنا معظم الاويلز بتبقى انسوليبل في الووتر، لكن في بعض الاويلز بتبقى ميسبل مع الميه، فبتعمل ما يعرف باسم الامالشن، وده معروف عند التكنيشن وعند الناس اللي بيشتغلوا كلمه الايه الامالشن. الفرق ما بين السسبندد كولويدز والسسبندد ماتر ان السسبندد كولويدز بتفضل سسبندد على طول، اما السسبندد ماتر اللي هي التربيديتي بعد فتره من الوقت بيحصل لها سيتلينج. طيب زي ما قلنا السولبل سولتس دي اللي بتدي الصفة بتاعة المية، ممكن أقول على المية هارد،
المية سوفت، المية الكلاين، المية أسيدك، يعني صفة المية بتيجي من الجزء بتاع السولوبل سولز. لو جينا على الديزولفد جازز ممكن أتخلص منها بطريقتين. الطريقة اللي هي هيتنج، ودي بستغل خاصية إن بالتسخين بعملية الهيتنج السولوبيليتي للجازز ديكريز، لكن مش 100%، عشان كده بيسموها ايه بارشالي تريتمنت، يعني بتتخلص من جزء كبير من الجازز عن طريق التسخين. الكيميكالي بستخدم اللي هو خاصية مهمة اسيد والكالي، فبيدي ايه سولت ووتر. فالخاصية ديت بستغلها، لو انا عندي الجازز دي اسيدك احط لها الكالي، لو الكالي احط لها اسيد. بس لا تصلح طريقة الاسيد بيست تايتريشن الا للسولس الاسيدك او الالكلاين، لكن في الديزولفد اوكسجين لا تصلح. يبقى كده خدنا فكرة عن الامبيرس اللي موجودة في المية، وزي ما اتفقنا اكبر جزء فيهم اللي هو السولوبل كولويدز. طيب هنشوف دلوقتي في اكسبريشن لازم تبقى معروفه كويس قوي، والناس اللي هم بيشتغلوا بالووتر ايا كان الاستخدام الاكسبريشن دي معروفه، او حتى التكنيشن بيبقوا عارفين السكيل والسلاج. ايه هو السكيل؟ لو انا جبت ووتر وعملت لها هيتنج، بعد ما بعمل لها هيتنج وحصل جزء للإفابوريشن من الووتر، ففي بيحصل على السيرفس بريبسبتيت كده رسب موجود وبيبقى أدهسف عليه، عشان كده معروف السكيل عبارة عن اللاير اللي اتكونت بعد عملية الهيتنج للووتر. لو رجعنا لإيه مكوناته من الأربعة الإمبيورتيز هنلاقيه إيه، أنت عملت هيتنج يبقى عبارة عن الديزولفد سولز هتترسب بعد التسخين، وديت بتبقى strong adhesive يعني ما بيحصلش ان انا اقدر اتخلص فيها كده physically، وبتبقى dry. ده الاسكيل اللي هو معمل heating للووتر، كل ما dissolve salts اللي موجودة هيحصل لها precipitation وهتبقى adhesive على السيرفس، وفي الوقت نفسه dry. اي ليكويد هتعمل له عمليه هيتنج بعد الهيت هيتكون اللي هو ما يعرف بالسكيل، وده مشكله كبيره هنشوف ايه مشكلته. السلادج، وده لو انا مثلا جيت على الميه، ميه عادي بتاعت الحنفيه، فتحت الفلتر ده وعملت بايدي، فهلاقي بتديني كده لاير كده عامله موتد ومهاش ادهسف. طيب هنا انا لا سخنت الميه ولا حاجه، لكن في ترسيب حصل نتيجه مرور الميه، ده اللي هو السلاج اللي هو عباره عن اي حاجه موجوده في الووتر بدون تسخين حصل لها بريسيبيتيشن، فعشان كده بتبقى ويت مش دراي، وبتبقى الانسوليبل والسسبندد والكولويدز والسسبندد ماتر، يعني اي حاجه موجوده في الميه سواء كان كولويدز او التربيديتي اللي موجوده في الميه هيحصل لها بريسيبيتيشن، ودي ما بتبقاش ادهسيف، سهل قوي ان انا فيزيكالي كده اتخلص منها او اشيلها، وبتبقى ويتد وليست دراي. عشان كده ناخد بالنا ازاي اعمل مقارنه ما بين السكيل وما بين السلاج. بيبقى السكيل عبارة عن الديزولفد سولز اللي هي اترسبت افتر هيتنج، السلاج ده بيبقى عبارة عن اللي هو الانسوليبل والكولويدز والسسبندد ماتر اترسبت بدون تسخين، وبيبقى السكيل دراي، السلاج ويت، السكيل محتاج هيتنج،
السلادج وزاود وزاود هيتنج. ده المقارنه ما بين سكيل وسلادج. هنشوف دلوقتي السكيل سولز. سكيل سولز دي اللي هي هتترسب، وفي الغالب احنا هناخد الكومن سولز اللي هي بتبقى موجوده في اي ميه، تختلف بس باختلاف الكونسنتريشن، اللي هي الكلوريت سولز لكالسيوم مغنيسيوم بايكربونات سلفيت سيليكيت كلورايد فوسفيت يعني، ودي بتختلف زي ما بنقول حسب السورس اللي بيجي منه الميه، لكن كومن موجوده في اي سولت في اي ووتر سورس للووتر. المشكله في السكيل سولتس ديت واخطر السكيل الكلورايد سولتس، دي اخطر السكيل سولتس، تعمل مشكله كبيره قوي قوي قوي. نيجي نشوف لو عندي حسب الرياكشن ده صوديوم كلورايد مع مغنيسيوم صلفيت، فبيحصل عملية ريبليسمنت، يعني بمعنى ان الصوديوم هتخش بدل المغنيسيوم، وهيبقى هيدي مغنيسيوم كلورايد وصوديوم صلفيت. طيب المغنيسيوم كلورايد دي اللي اتكونت، المشكلة اللي فيها حصل ايه؟ اتكون، نشيل ده، حصل ايه؟ ان اتكون هيدروكلوريك اسيد، هيدروكلوريك اسيد اهو. طبعا عارفين ده سترونج كورسيف انفايرمنت، يبقى هيعمل ايه؟ ادي خطوه الكروجن، هيعمل كروجن، والكروجن برودكت اللي هو الايرن كلورايد. لو المشكله انتهت هنا يبقى معنى كده ان الكلورايد سولز هتعمل شويه كروجن وينتهي الموضوع. المشكله فين بقى والكارثه اللي موجوده؟ الايرن كلورايد الكروجن برودكت نشوف هيعمل ايه، عمل HCl، يعني معناه رجع تاني يكون السترونج كورسيف انفايل، ومن هنا هتبقى المشكله ان ال HCl ده هيرجع يعمل اتاك للميتال، ويبقى ده معناه continuous corrosion، وده السبب ان احنا قلنا ان سي ووتر لو فاكرين قلنا strong corrosive environment، بسبب ان موجود فيها الكلورايد بتركيز عالي، وبالتالي هنا هيبقى في العملية continuous. عشان كده بيعتبر ده الدينجر سولت بتاع الـ السولز كلها، اخطر واحد فيهم. بقيه السكولز السولز الاخرى او يعني تقريبا كلها بتبقى باد كوندكتور، يعني رديئه التوصيل للحراره. طيب نشوف بعد كده، ودي طبعا معلومه لازم تكون معروفه كويس او قوي، الهاردنس. معنى ان احنا نقول هارد ووتر، هارد ووتر ده اللي هو كل الناس عارفاها ان هو الووتر اللي ما بتعملش فومز مع الصب. طيب ايه التفسير العلمي للكلام ده ان ووتر ما تعملش فومز رغوه مع الصب؟ اللي بيحصل ان الصب دي بتعتبر سولت لفاتي اسيد، سولت اوف فاتي اسيد، يعني مثلا لو
خدنا على اكزامبل اوكزاليت، فبتعمل صوديوم اوكزاليت، دي الصابونه الصب قابله للذوبان لانها بتعمل فومز. بيحصل ان وجود السولتس اللي بتسبب الهاردنس في الووتر فيها كاتايون الكالسيوم والمغنيسيوم، فسواء الكالسيوم او المغنيسيوم يعمل ريبليسمنت للصوديوم. يبقى بدل ما عندي صوديوم اللي هو بتاع الصب هتخش صوديوم مثلا فورميت او ستريت او فبتخش الكالسيوم بدلها، بتكون الكالسيوم سولت اوف فاتي اسيد، ودي انسولبل فما تعملش فومز مع الصب. ده التفسير العلمي يعني ايه ان الووتر ما تعملش فومز مع الصب. لكن بينقسم الهاردنس الى نوعين، تمبري هاردنس، وده راجع وكويس قوي نحدد كالسيوم ومغنيسيوم بايكربونات سولز. بايكربونات يعني ما ينفعش اقول كالسيوم ومغنيسيوم سولز، غلط، لازم احدد نوع الايه السولت ايه، هو كالسيوم او مغنيسيوم بايكربونات. واطلق عليه temporary hardness ليه؟ سهل قوي اعمل له treatment، اعمل heating للووتر. انا عندي كالسيوم او مغنيسيوم بايكربونات ديت soluble في الووتر، لما اعمل heating بيحصل ان بدل ما يبقى يدي كالسيوم بايكربونات هيدي كالسيوم كربونات، وكالسيوم كربونات يبقى ده insoluble. يبقى عشان كده بسموه تمبري، مجرد ان انا اعمل هيتنج للووتر على طول بيعالج، بيحول لي البايكربونات سولت للكالسيوم او المغنيسيوم الى بدل ما يبقى بايكربونات الى كربونات، وده انسوليبل، فكده سهل ايه العلاج بتاعه. النوع الثاني اللي هو ما ينفعش فيه ولا عمليه هيتنج نهائي، يعني لازم عاوز كيميكال تريتمنت، اللي هو البيرمننت، وده سببه بيبقى الكالسيوم او المغنيسيوم صلفيت. كالسيوم ومغنيسيوم صلفيت، واحيانا بيبقى جزء من الكلورايد، ده لازم نعمل له كيميكال تريتمنت. طيب الهاردنس ديت ليها مشاكل كتيره قوي قوي قوي، وهنشوف ايه المشاكل بتاع الهارد ووتر. هنيجي بقى لو احنا هنستخدم الووتر بدون اي عملية تريتمنت، خدت ان نفهم التايتل كويس، untreatment water، feed water المية اللي هستخدمها اللي هي بغذي بيها السيستم بتاعي، سواء بقى السيستم ده بويلر، عملية اي عملية heating، في عملية cooling، ايا كان الاستخدام. بس هنا بستخدم الووتر بدون لا اعرف فيها، ما عملتش اناليسز فما اعرفش فيها ايه، ولا عملت عمليه تريتمنت. فهنتوقع بقى ايه كل المشاكل او الديفكتس اللي بتحصل. احد المشاكل ديت وجود اسيد او الكالي هيسبب في حدوث كروجن، بس طبعا هنا هيبقى في الأسيد هيبقى مور عن الألكل، يعني لو الووتر فيها أي حاجة أسيدك، فيها أي حاجة ألكلاي، هتتسبب في حدوث كروجن. حاجة تانية وجود الكلورايد أيونز، ولسه عاملينها قبل كده، إن هي بتكون HCl وسترونج أسيد، يبقى هتسبب في حدوث الكروجن. الديزولفد اوكسجين، لو نفتكر كده الرياكشن اللي هو كاثوديك رياكشن H2O بلس O2 جين الكترون، وهيكونهم OH، ده
ده اللي هو كاثوديك رياكشن في النيوترال ميديوم في بتاع الميه H2O بلس ديزولفد اوكسجين الموجوده في الووتر جين الكترون ويكونوا OH. وطبعا اي ووتر فيها ديزولفد اوكسجين وده كارثه، لو اتساب يبقى لازم هيحصل الايه الكروجن. السيليكا ودي مشكله، وخصوصا الناس اللي بتشتغل على بويلرز وبتستخدم الستيم لتوليد الايه الكتريستي او باور كهرباء، عشان كده بيهتموا قوي هل الووتر فيها سيليكا ولا لا، وبتسبب كروجن. مشكلتها في ايه؟ ان المفروض الستيم ده بيبقى بيور ووتر، يعني اي حاجه ديزولفت بيحصل لها بريسيبيتيشن، لكن الحاجه الوحيده اللي هي ايفولفت وفولاتايل مع الفيبر هي السيليكا. وبالتالي لما بيجي يحصل الستيم بيدور التوربينه بيحصل بريسيبيتيشن على التوربينه من السيليكا وكورسيف، يعني ممكن تدمرها. عشان كده بيهتموا قوي ان الووتر اللي داخله في البويلر لازم تكون 100% ما فيهاش السيليكا. وجود البكتيريا، ودي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي سميناها بكتيريا صلفيت، اللي لما بيحصل لها ديكاي بتطلع SO2 و H2S. ملاحظين حاجة كده، ان كل دول بيتسببوا في حدوث الكروجن، وده اللي احنا قلنا عليه ان مشكلة الكروجن مشكلة كبيرة قوي. يعني شوف كل دول حوالي 6 حاجات لو موجودة هتتسبب كلها في حدوث الكروجن. طيب وجود هاردنس في الووتر هتعمل ايه؟ الهاردنس سواء اذا كان بيرمننت او اذا كان التمبرري هاردنس هتعمل ايه؟ نشوف. طبعا احنا اتفقنا ان كل الاملاح بتاعه السكيل باد كوندكتور. طيب لو انا هستخدم ادي اول ديفكت، لو هستخدمها في اميت هيتنج يبقى الديسولف سولس اللي مسببه الهاردنس هتترسب، يعني هتعمل سكيل. احنا هناخدها بالترتيب كده. طيب والسكيل ده باد كوندكتور يبقى هيعمل ديكريز للهيت ترانسفير، لان احنا لما بنسخن الاول البوتل بيحصل لها هيتنج وبعدين ينقل من البوتل للووتر، ففي حاجه اسمها هيت ترانسفير ما بين البوتل وما بين الووتر، بقى في سكيل متكون وده باد كوندكتور، يبقى هيقلل من الهيت ترانسفير. وبما انه هيقلل من الهيت ترانسفير يبقى معناه ان هو هيبقى في عندي عشان الووتر توصل لعمليه الهيتنج اللي انا عاوزها هاخد مور كونسامشن من الفويل. اذا كان مفيش سكيل الووتر بيحصل لها عمليه هيتنج سي مثلا في 10 minutes، لو اتكون السكيل وحسب السكنس بتاعه يبقى هتاخد وقت اطول، يبقى معناه ان في مور كونسامشن اكتر من الفيول. لو انا هستخدمها في عمليه هيتنج، وانا اتفقنا ان بيبقى ما بتعملش فونس فهستهلك بيبقى كميات كبيره من الايه من الصب. لو هستخدمها في كولينج هتعمل لي بلوكينج في البايبس بتاعت الكولينج. ودي ببساطة قوي لو خدنا اكزامبلز، احنا عندنا معروف ان الرادياتير وظيفته بيعمل كولينج للموتور. احيانا تلاقي ان بيحصل هيت الموتور سخن والووتر موجودة، طب ايه اللي حصل؟ بتلاقي الرادياتير بيبقى مكون كده من مجموعة من الايه البايبس الصغيرة،
حصل ان الووتر في البايبس دي بتبقى متقسمه الى مقاطع، جزء من السولز دي اترسبت. لما تترسب في مش او سل من الرادياتير يبقى بتفقد عمليه التبريد، وبالتالي كل ما تزيد ديت بيبقى الافشنسي بتاعت الكولينج بتقل نتيجه ان حصل ترسيب في الكولينج بايب، سدت الايه البايبس دي. ودي اللي كده يقول لك ان الرادياتير عاوز يتنظف عشان الحاجات اللي هي اترسبت في البايبس. وطبعا ما ينفعش ان احنا نشربها، معروف ان دي بتسبب في حدوث طبعا يحصل ترسيب، وهو اللي هم الاطباء بيدوها اسم اللي هو يقول لك عندك عصوات في الكلى، ده بسبب شرب ميه اللي هي الهارد ووتر. طيب لو شفنا الديفكت اخر، ان انا بقى اوريدي عندي سكيل وتكون داخل البويلر، يعني اوريدي هو تكون داخل البويلر. وليه بنختار البويلر دي بالذات؟ لان استخداماتها كتيرة قوي في توليد باور وفي المصانع، يعني استخداماتها كتيرة، ودي بتبقى مهمة قوي قوي قوي. الووتر اللي طالعة اللي داخلة للبويلر عشان الستيم اللي طالع واستخداماته. اوريدي في عندنا يعني اتكون سكيل. نشوف بقى الديفكت دي بالترتيب. طبعا ديكريز للهيت ترانسفير، مور كونسامشن للانرجي او الفيول، ويت ستيم، الستيم اللي طالع هيبقى ويت، واحنا عندنا في حاجه اسمها دراي ستيم اللي هم التكنيشن بيسموه محمص، ويت ستيم اللي هو مرد. الفرق بين الاثنين ويت ستيم ودراي ستيم، الويت ستيم بيبقى الستيم محمل بدروبس من الووتر، دراي ستيم بيبقى 100% فيبر ستيت، كله بيبقى فيبر. الويت ستيم ده مشكلة، ولما بيتعرف ان الستيم اللي طالع ويت لازم يرجعه تاني يعملوا له عملية دراينج، لان ده بيسبب مشاكل في التشغيل. هنا طالما الهيت ترانسفير قلت يبقى معناه ان الستيم اللي طالع هيبقى ويت. الافشنسي بتاعت البويلر اكيد هيحصل فيها ديكريز نتيجة الديفكت اللي احنا اشرنا اليها دي، يبقى الافشنسي الكفاءة بتاعت البويلر هيحصل فيها ديكريز. كل ده والهيت شغالة على السيرفس، يعني معناه ان هيبقى في اكسس او استرس من الهيت على السيرفس. مفيش حاجة اسمها قلت ان ايه كل ما زود الهيت يحصل اكستنشن والكلام بتاع بالتسخين يتمدد بالبرودة ينكمش، دي ليها ليميت. فهنا عمال السيرفس بتاع البويلر في اكسس من الهيت عاملة على الاسترس، اللي ممكن يحصل ديفورميشن. ديفورميشن معناها ان البودي نفسه بتاع البويلر يحصل فيه انبعاك من اي حتة موجودة فيه ضعيفة، او يحصل لو في حتة عندها ضعيفة قوي ممكن يحصل فيها انبعاج وممكن يحصل فيها تمزق شوية. طيب مفيش عملية تريتمنت وسايبينها، هتعمل ايه تاني؟ هتعمل كراك، هتلاقي اي جزء ضعيف كده يروح عامل كراكس. طيب سايبها في الاخر هيحصل اكسبلوشن، انفجار. ناخد بالنا كويس، عشان كده انا حطيتهم بالترتيب. مفيش حاجة اسمها قلت ان البويلر حصل فيها انفجار مرة واحدة، لازم نراعي الكلام ده بالترتيب. عندك الكونسومشن بتاع الفيول بتاعك اتغير،
كانت لازم دي تبقى ملحوظة. المفروض إن الستيم اللي طالع كل شوية بشوف هل في نسبة من المويتشر ولا لأ. الإكسس هيت لو أنا قدام البويلر في طبعا بحس بالهيت بتاعت السيرفس، لما ألاقي إن الهيت دي في زيادة منها يبقى هنا في ديفكت حصل ولازم أخد بالي. عشان كده حطيناها بالترتيب، لازم ألاحظ النقاط دي بترتيبها عشان أحافظ على البويلر وما يحصلش فيها أي مشكلة. الديفكت الثامن الووتر فيها أويل أو جريس. احتمال، احنا كده بنحط كل الاحتمالات لأن احنا متفقين في التايتل بتاعنا إن أنا بستخدم أون تريتمنت ووتر، مية ما فيهاش أي يعني معرفش فيها إيه. فوجود الأويل أو الجريس هتعمل إيه؟ إحنا عارفين إن الأويل ده بيعمل لاير على الووتر وده بيبقى انسوليتنج فيلم أو فيلم أو لاير. يعني لو كانت كمية الأويل قليلة فبتدي فيلم اللي هو قلنا سين لاير، لو كانت كمية كبيرة هتبقى لاير، وهو أصلا بيبقى انسوليتنج، يعني بالتالي أنا بقلل كده من الهيت ترانسفير. الأويل أو الجريز ده مادة إيه؟ أورجانيك. فمادة الأورجانيك دي في منها جزئين لو أنا هستخدم في التسخين، جزء هيبقى فولاتايل وجزء نون فولاتايل. الجزء اللي نون فولاتايل هيترسب، وطالما هيترسب يبقى وفي تسخين يبقى هيعمل سكيل. لو كان في كولينج هيعمل سلاج، هيعمل ايه؟ سلاج. كده لاحظنا ان احنا عندنا عندنا الديفكت ديت 8 فورم 8. طيب هل انا لما اجي اعمل عمليه تريتمنت للاوتر هعالج ال 8 ايتمز ديت 8؟ طبعا لا، يبقى لازم ايه؟ اعمل عمليه اناليسز عشان اشوف ايه اللي موجود من الديفكتس دي. ودي اهميه الاناليسز للوتر لان مش هعمل تريتمنت للكل. طيب واكيد لو انا عملت اناليسز وسي مثلا لقيت ان في 5 ايتمز، واكيد الخمسه ايتمز دول في منهم الديزولفد اوكسجين، يبقى هل اعالجه ولا ما اعالجوش الخمسه ايتم دول؟ هعالجهم كلهم ولا لا؟ ديبنس على اليوزس للووتر. يعني لو الووتر دي كدرينك ووتر يبقى الديزولفد اوكسجين ما عملوش تريتمنت، لو هستخدمه في صناعه معينه او في بويلرز اعمل له تريتمنت. يبقى اساس عمليه التريتمنت ان انا احدد الاول ايه الايتمز اللي هي موجوده عندي، وبعدين ديبنس على اليوزس هل لو ليها تأثير هعمل تريتمنت، ملهاش تأثير هيبقى ستوب كده ومش هعمل عملية الايه التريتمنت. هنستنى كده